اليوم احنا في ارض جنوب السودان. في دولة جديدة وهي الاحدث في العالم. South Sudan. It's the newest country in the world. About South Sudan. عمر هاي الدولة 10 سنين فقط. So what the cow means for you? Cow. قبائل جنوب السودان. قبائل النيلية يا اخوان. قبائل المونداري. اليوم وصلنا على دولة تعتبر الأحدث في العالم. جديدة لسه. إلى 10 سنين مستقلة من السودان. جنوب السودان. Let's go. عشان هيك اخذنا طيارة من أديس أبابا من إثيوبيا. No, it's not. We will sleep in Juba today or what? إلى العاصمة جوبا. جوبا صارت عاصمة جنوب السودان بعد ما انفصلت من السودان وكانت الخرطوم العاصمة. وأكبر قبيلة فيها هي قبيلة الدينكا المشهورين بالطول واللون الداكن. Hey, welcome to South Sudan. اليوم راح نحاول نكتشف ونتعرف على أشهر القبائل فيها. أكبر سبب كان بعدم استقرارها حرب القبائل. ومن جوبا كان لازم نسوق ساعة ساعة ونص حتى نوصل عن قبائل المونداري على غروب الشمس. وهيك كانت البداية. وصلنا على أحدث دولة في العالم, The youngest country. وهسا وصلنا عند القبائل المونداري. هسا راح تشوفوا قصتهم. هذول عندهم البقر, كل إشي بالحياة, كل إشي. يعني إيش هم؟ المال والبنون وكل إشي عندهم. هذا الحدث, حدث البقر هيك لما يجتمعوا عند غروب الشمس. عندهم نشاطات عمرك ما بتشوفها بأي مكان في العالم. أهلا وسهلا فيكم في شوف السودان. هم الأطول في العالم يا إخوان. هم هيك الشعب جنوب السودان, هم the tallest people in the world. وعندهم هذا الإيفنت يا إخوان, هذا الإيفنت الأغرب اللي بشوفه بحياتي. عند غروب الشمس ويروخ الشمس بيجمعوا كل ذيك البقر, طلع حجام البقر, طلعوا كيف بيعملوا فاير هون عشان يبعدوا الفلايز. وبيحترموهم, بيقدروا البقر بطريقة غريبة. ولا تشوفوا كيف بياخذوا الشاور, كيف النشاطات هون. النشاطات تبدأ عندهم هسا. طلع ما شاء الله, هاي من قبائل المونداري. مونداري ناجح. مونداري. Yeah, this is my place. Your tribe, Mundari tribe. Mundari. Mm. One of the important factor is only that we the Mundari people, mm. we are only depend on keeping. Mm. Cows. So how many cows here? It's around even 500,000. 500,000? Yeah. Wow, and all worth a lot for you guys. Yeah, right? A like lot gold. For us. Like gold. Yeah. Meat, I can sell it. Also for getting married. You can get married? Yeah, with the cows. All. Who is ready to give me 1,000 cattle? I have a lot of cows. I can get married all the time, all the year. الله كيف مولعين النيران هسا, غير غاب الشمس. بس قبائل المونداري عندهم الصبح وكل إشي. بياخدوا بتحمموا منهم, من قديش بحبوا البقر بتحمموا منهم, من البول تبعهم. هاي من أغرب الأشياء اللي راح تشوفوها بالعالم. So the first thing they do in the morning, they do showering, right? And mm. they drink the milk. And collecting the cow dung. The cow things. Yeah. And they yeah. clean it. Yeah. بنظفوا المنطقة الصبح أول شيء بيعملوه. Okay, so شوفوا كيف راح ياخذوا شاور ويشربوا الحليب. وبنظفوا المنطقة كاملة. فضلات تاعت البقر بحطوها برا. تخيلوا انه الكمية هائلة هون. يعني علاقتهم مع البقر اكبر واعلى من علاقتهم مع الانسان. هذول بالنسبة لهم يعني اكبر مشكلة بتصير في جنوب السودان هي مشكلة القبائل من بعض. فتخيلوا بتقاتلوا عشان هذول, هاي الكمية البقر اللي شايفينها. اسمع داشيكا اسمع.
طلع بياخد شاور من البول تبع البقر. جمع البول واعطاه على ايده عشان يحطه على شعره يغسل وجهه. يجي سولت كان ريموف ذا سكين ديجيز سكين ديجيز ديجيز وي هاف تو اولتو بوم شو ذات يو كان سي ذات وان از بيكامينج براون بيكوز اوف ذا شاور. نايس نايس هير. بس شفتوا كيف شعرهم؟ هذا شعرهم لونه كيف هيك احمر زي برتقالي. هذا السبب البول تبع البقر كل يوم الصبح بتحمون فيه فبيخلي هيك شعرهم. وبقول لك بيامنوا انه بيحميهم من كل الامراض السكن تبعهم. وهاي غرفهم اللي بناموا فيها. هذول قبائل شوي بسيطين خفيفين قليلين مش زي قبائل الدنكا. قبائل الدنكا هم مخدين الاجمع، هم اكثر من 80% من سكان جنوب السودان. قبائل الدنكا بتشوفهم بكل المدن في المناطق، هم مش كثير مختلفين عن قبائل مونداري ولكن فقط اللغه اللي بتختلف. And you guys speak Mundari? Mundari language. But you also speak Arabic? Some people? Yeah. Okay, so second language Arabic. Yeah, second language Arabic. Okay. بيحكوا بعضهم اللغة العربية لأنه هي كانت لغة الدولة يعني. طبعا هم القبائل المنداري كلهم مسلحين ومعهم أسلحة عشان يحموا حالهم. بيستخدموا هاي زي مسواك عشان كل يوم الصبح. تمام. البنات بيعملوا قهوة الصبح بعد ما يتحمموا ويشربوا الحليب، بحطوا الحليب بحمصوا البينز هون قهوة الصبح يعني زينا عادي بيشربوا قهوة. طلع كيف بنظف القرون تبعت البقر. This is so ash. They put it with the water. Why? To clean. Yeah, clean the bone. You can see this one is already clean. Now he's clean. Right. Yeah. And also they sleep here. They sleep here? Yeah. Between the holes. Yeah. You can also sleep there. Okay. Yeah. هاي الدولة أكثر دولة فيها حرب أهلية مرت في أفريقيا كلها. طولت يعني كثير طولت بالعصر العشرين. طلع كيف هاي الأشيس حاطينها اللي هي الأشيس تبعت الدخان اللي بيحرقوا فيه المكان بحطوه على وجوههم. هيك كل صبح عندهم قبائل المونداري كل صبح زي هيك بيجتمعوا هيك زي الأصدقاء كلهم هسا وبيشربوا القهوة. والله كم عدد البقر ضخم جدا. هسا هم البقر راح يغادر هيك نهاية اليوم عندهم. هسا راح يغادر يروح يدور على مكان ياكلوا بعدين يرجعوا مرة ثانية ويحرقوا النار على غروب الشمس. فزي هيك مجتمعين عشان يشربوا شيشة. وأعتقد هيك جنوب السودان وإن شاء الله قريبا السودان نفسها جايين عليكم. هاي الخطوط هاي معناتها زي خطوط الجمال وكمان عشان تحددهم من القبائل الثانيين. طلعوا هذا المكان هيك فضي لما كل البقر طلع. اذا بتلاحظوا كمان هسه كيف الدوائر هسه بتلاقوا عواميد هيك خشب حاسبينها. كل بقر هون لها خشبه. اي بقر بتنقص بيعملوا حرب عليها. مربينه احسن تربيه. وعندهم نشاطات غريبه بيعملوا ريسلينج مع بعض يعني عندهم شويه نشاطات غريبه. ولكن تقدر تقضي يوم كامل معهم. تقدر هون تخيم وتنام. Yeah, they are practicing. Yeah, training. They are wrestling. Wrestling. So they put urine with the milk. So yeah. And they mix it. They drink it. Yes, they drink it. خيل حط بول مع الحليب. كان بدي طعميني بس ما شربت. Shall I drink? Yeah. Huh? They go okay. So why they put it like it's like sweet sugar? Yeah. They put it like a sugar. سكر. كنت انخدعوا انشرب الحليب. فكرت الحليب لحاله. جوبا بيحكوا انها خطيرة. ولكن وضعها صار مستقر وافضل من اول. يستنى الجزء الثاني من جنوب السودان لصورة اوضح شوي. من مدينة جوبا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتابعونا على الانستغرام